المتحف الحضري في كلية الآداب قسم الآثار بجامعة صلاح الدين في أربيل يضم العشرات من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى العهدين السومري والأتابكي وعصر صدر الإسلام. هذه اللوحات التي تحمل كتابات مسمارية تمثل أختاماً ورسائل مخاطبة بين الملوك والتجار في العهد السومري، أما هذه الجرة فكانت تستخدم في العهد الساساني لتخزين الحبوب في سهل منطقة السليمانية، فيما استخدمت هذه الجرار والأواني الصغيرة لأغراض مختلفة. أما هذه السيوف والخناجر فتعود لأمراء وقادة عسكريين إبان صدر الإسلام، إضافة إلى العشرات من قطع النقود المعدنية القديمة.